اهلا ومرحبا بكم خوتي العزاز في قضيه جديده على قناه الحدث ستوريز. في قضيه اليوم غادي نتكلموا على اقوى واشهر مافيا داز في تاريخ هولندا، واللي الزعيم ديالها كان من اصل مغربي، وحتى هو من اقوى زعماء المافيا في تاريخ هولندا وبلجيكا. هاد السيد قدر يغرق اوروبا في الحشيش والكوكايين، وعطاو مليون ديال الاورو للشخص اللي غادي يقدر يفيدهم بمعلومات عليه باش يشدوه. دار 3 ديال العمليات ديال التجميل باش ما يعرفو حتى واحد، وكون علاقات مع المافيات الكولومبيه المكسيكيه الايطاليه البوسنيه والايرلنديه. والاكثر من هاد الشيء كامل، فالجنرال الايراني قاسم سليماني كان على تواصل معاه، وكان كيكلفو بجميع مهمات التصفيه لصالح الحكومه الايرانيه. رحبوا معايا الخوت في زعيم عصابة ملائكة الموت وأكبر بارون مخدرات عرفات هولندا والباران ديال المافيا المشهورة موكرو مافيا. معنا اليوم الخوت رضوان التاغي. فشكون هو هاد الشخص وفين عاش وشنو وصلوا لهولندا وكيفاش دار ليها باش ولا زعيم مافيا كي تضرب ليه ألف حساب في العالم، وشنو نهاية قصته؟ هاد الشي اللي غادي نعرفوه من خلال مجريات وحدات قصة اليوم. فما تنساوش اخوتي ديروا لايك للفيديو، واللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكيف العادة كنتسنى تعليقاتكم وارائكم فارغ الصبر، وكنشكر كل المتابعين اللي كيدعموني وكيحفزوني باش نزيد نعطي كتر. ودابا اخوتي يلا نتابعوا القصة ديالنا. في 20 ديسمبر 1977 وبالضبط في جماعة باب برد إقليم شفشاون، غادي يتزاد رضوان التاغي، ومن موراها بثلاث سنين أي سنة 1980 في العائلة ديالو غادي تقرر تهاجر من المغرب وغادي يسافروا ويستقروا في هولندا، وبالضبط في مدينة أوتريخت اللي كانت عامرة بالمغاربة ديك الساعة. رضوان غادي يدخل المدرسة وغادي يعيش طفولة عادية، وكان متفوق في الدراسة ديالو. دازت السنوات والزربه ورضوان كيكبر وكيكبر معاه الحلم ديالو، وكان باغي يحسن من الوضعيه الماديه ديال العائله ويعيش مزيان ويستمتع بالحياه. رضوان كان كيموت على شي حاجه سميتها ليموطار، وكان الحلم الكبير ديالو هو انه يشري موطور كبير، وبسبب المرض ديال الاب ديالو في هذا الاخير غادي يجلس في الدار بلا خدمه، الشيء اللي خلى الحاله الماديه ديال العائله ديالو ظهرات. وهنا رضوان اللي دار في عمره 14 عام بدا كيفكر كيفاش يقدر يتعاون مع العائله وفي نفس الوقت يكمل الطريق نحو الحلم ديالو. في الحي اللي كان ساكن فيه رضوان كان واحد الجروب ديال البراهش مسمين ريوسهم لي بيت بويز، وكانوا كلهم من عشاق الماطر الكبار، والقليل فيهم عنده كاوازاكي. هاد البراهش كانوا ضاصرين بزاف، وكانت خدمتهم الاساسيه هي الكريساج والشفره وحتى تجاره المخدرات، ورضوان كان معجب بهم بزاف، وهنا غادي يبقى يتقرب منهم بحكم انهم ملي كان صغير كيف ما قلنا وهو كيحلم يكون عنده موتور كبير. وبالفعل غادي يجي النهار اللي غادي يولي فيه معاهم، وعليه فرضوان غادي يبدا يتورط معاهم في اعمال السرقه بالنشل، يعني فاش كيكونوا غاديين بالمطر وكتبان لهم الهوته كيديروا خدمتهم وما كيزقلوش. رضوان كان حريمي بزاف وذكي، هادشي علاش عجبهم في الخدمة، حيت كان كيدير كاع داكشي اللي كيطلبوا منه، ومن هنا غادي يكسب الثقة ديالهم ودوزوه للمرحلة الثانية، بحيث قالوا أن رضوان غادي يقدر يعاونهم أكثر في تجارة المخدرات ديالهم، وقرروا يشريوا ليه موطور كبير ويكلفوه يفرق الحشيش في مدينة أوتريخت. وهنا رضوان بالرغم من ان الوسيله كانت غالطه، فهو كانت بالنسبه ليه مجرد مبرر باش يحقق الحلم ديالو، وبالفعل تمكن من الحلم ديالو وكان فرحان وعاجبو راسو، والموتور اللي كان كيحلم به وحتى العاقه ولات موجوده. رضوان من بعد غادي يتبلى بالزهول بواد دونوي، وفي واحد الليله كان خالقها وزاهي كيف عادته، حتى جا عنده واحد خونا بغى يتمرقل به وبغى يحقرو، وهنا صاحبنا رضوان ما عطلوش. غادي يهز قرعه ديال الشراب وغادي ينزل عليه للراس، خونا في البلاصه طاح كاو، وحتى بنادم اللي تماك كلشي قال صافي صفاها ليه. وهنا غادي يشدوه الفيادرا ديال لابواد دونوي وغادي يعيطوا ليه على البوليس، وكانت هذيك اول شده ليه في الحبس، بحيث حكموا عليه 4 شهور بتهمه الضرب والجرح. غادي يدوز رضوان المده السجنيه كامله، ولكن ملي خرج عاد ما زاد فيه، وفي بلاصه ما يرجع من ديك الطريق عاد ما زاد غرق فيها. غادي يتعرف تماك في الحبس على مجرمين مغاربه اللي كانوا حتى هما عندهم الرغبه باش يديروا لاباس وما كتهمهمش الطريقه، غادي يتفاهموا كاملين باش يكونوا عصابه من اللي خرجوا، وقرر رضوان باش يقلب وجهه على عصابه لي بيد بويز. وبالفعل دوز رضوان 4 شهور وخرج وتلاقى مع اصحابه اللي كانوا معاه في الحبس، وبداو كيشريو الحشيش وكيفرقوه في المدينه.
داز وقت طويل والعصابة ديال رضوان محدها وغدا وكتكبر. وهنا وحكم الأصول ديال رضوان اللي كانت من باب برد في إقليم شفشاون واللي معروفين بزراعة القنب الهندي، فرضوان غادي يرجع للمغرب وتوجه مباشرة لشفشاون، وتماك غادي يجلس مع شي فلاحة من عائلته ومن المنطقة اللي تزاد فيها واللي هي باب برد. غادي يتفاهم معهم رضوان باش يبقاو يصيفطوا ليه الحشيش الهولاضة، وهو غادي يوزعوا بمعرفته وقال لهم ما غادي يخصكم حتى شي خير معايا وفلوسي على الطابلة. في الاول بدا معاهم بكميات صغيره، ولكن بحكم انه كان كيجيب المزيانه ولا كاليتي في السلعه كان عليها النفاد وغير كتجي كتفرق، الشيء اللي خلى رضوان في كل مره يزيد في الكميه، وبطبيعه الحال مع كل زياده في الكميه فمداخيل رضوان حتى هي كتزاد. بدا كيدير الفلوس وكيدير بلاصتو في السوق حتى ولا كيبيع بالقرون البزنازه ديال هولندا. مع مرور الوقت فرضوان بدا كيوسع الدائره ديال المعارف ديالو، وربط علاقات مع البوليس الفاسد في الديوانه ديال هولندا باش يقدر يدوز السلعه ديالو بلا ما يهضر مع حتى واحد. بل واكثر من هذا الشيء، ففي سنه 2000 رضوان اللي ولات عنده 24 عام غادي يولي عضو في اقوى تنظيم مافيوزي في العالم واللي هو منظمه موكرو مافيا او موكرو اورلوغ، اللي كانت عبارة على جماعات ديال العصابات اللي كتكون في الأغلب من مغاربة عايشين في هولندا وبلجيكا وأقليات من أصل سورينامي وكاريبي، واللي التأسيس ديالها الحقيقي كان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات، وكانت كتمارس الأنشطة ديالها بمدينة أمستردام الهولندية وبلجيكا، وكتمتع هاد المنظمة بعلاقات تاريخية مع الكارتيلات ديال المافيات الكولومبية والمكسيكية اللي كتستورد من عندهم بانتظام الكوكايين والعقاقير المصنعة مخبريا اللي كتجي لهولندا عبر الجزيرة الخضراء في إسبانيا والبرتغال وروتردام في هولندا وأنتويرب في بلجيكا. وكانوا مستغلين علاقاتهم الشبكية والمتشعبة مع البوليس والجماريك والسياسيين الفاسدين. المهم الخوت رضوان دار لاباس ودار بلاصتو في السوق، ولكن هاد الشي ما كانش كافيه، كان كيحس براسو باللي مازال خاصو يزيد كبر، الشي اللي غادي يخليه يطور التجارة ديالو ويبدا مع العصابة ديالو في 2005 يتاجروا في الكوكايين. وبالفعل داكشي اللي كان غادي يمشي لكولومبيا وغادي يتلاقى تماك مع البزنازة وبارونات المافيات اللي كتاجر في الكوك، وغادي يتفاهم معهم باش يبقاو يصيفطوا ليه الكوكايين لهولندا وحتى هما فلوسهم فوق الطابلة. ومن بعد رجع وتلاقى مع واحد عشير وخدام في الديوانة اللي كان كيسهل ليه التهريب ديال الحشيش من البور، تفاهم معاه باللي غادي يولي يدخل البيضة حتى هي لهولندا من كولومبيا، وباللي عوض المبلغ اللي كان كيعطيه مقابل كل عملية في الحشيش غادي يضاعف ليه الفلوس وغادي يتهلا فيه مزيان. وبالفعل الامور تيسرات، ولات العصابه ديال رضوان كتبيع الحشيش ديال المغرب والكوكايين الكولومبي، وكانت الاثمنه ديال داك الحشيش والكوكايين طايحه على السوق بزاف، الشيء اللي ما غاديش يعجب العصابات اللي كانوا في هولندا وحاكمين السوق ديال البيضه. وهنا غادي تنوض الروينه والكيره بيناتهم، خلات رضوان يشكل فصيل من العصابه ديالو سماه ملائكه الموت. كانت المهمة ديال عصابة ملائكة الموت هي انهم كيصفيوها لاي واحد كيوقف طريق التجارة ديال رضوان او التجارة ديال منظمة موكرو مافيا. وحتى لهنا فرضوان ما كانش معروف بزاف عند المخابرات ديال هولندا، وما كانش عندهم الدوسي جوديسيير ديالو حيت واخا تشد فاش كانت عنده 14 عام، ولكن بحكم انه كان قاصر فغادي تحيد ليه الوسخ من السجل العدلي ديالو اللي كان نقي من غير شوية ديال المخالفات البسيطة اللي كان ارتكبهم رضوان، وهاد الشيء اللي كان معاونو باش دار الفلوس وكون الكارتيل الخاص به في الخفاء وحسي مسي وعلى راحته. سنة 2012 كانت العصابة ديال بن عوف عدوي اللي تابعة لمنظمة موكرو مافيا ديال بلجيكا كيتسناو في البور واحد ليفريزون ديال 200 كيلو ديال الكوكايين، وهنا واحد العصابة أخرى من أونفيرس في بلجيكا سميتهم لي طوختي أو السلاحف غادي يفكروا يهرفوا على داك الكوكايين، ومشاو تفاهموا مع واحد السيد سميتو غوينيت مارتاو اللي كانت العصابة ديالو حتى هو من هولندا باش يعاونهم ويقسموها بيناتهم. وبالفعل قبل بليله غادي يتمكنوا يخرجوها من البور، وغادي يتلقوا اشاعه كتقول باللي السلعه قرقبوا عليها في الديوانه، ولكن هاد الهضره ما غاداش تدوز على منظمه كبيره ومافيا متمرسه بحال عصابه موكرو مافيا وعاقوا بهم، وغادي يصفيوها لجوج من عصابه لي طوختي وخطفوا جوج وحدين اخرين، واللي بقى من العصابه هرب وتخبى ما بين المغرب ودبي.
الجوج اللي اختفاتهم موكرو مافيا بقاو كيعذبوا فيهم حتى اعترفوا ليهم باللي كاين، وباللي العصابه ديال غوينيت مارتاو هي اللي عاوناتهم باش يشفروا داك الكوك. وهنا ومره اخرى ناضت الروينه والقيره ما بين منظمه موكرو مافيا والعصابه ديال غوينيت مارتاو، الروينه اللي طولات واستمرات مده عامين وتصفاو فيها بزاف ديال الرجال من العصابات بجوج. وبعد تخطيط وانتظار طويل جا الدور على غوينيت مارتاو وصفاوها ليه نهار 22 ماي من سنه 2014 باكثر من 80 قرطاسة. في ديك الوقت كان رضوان التاغي خدام في البيع والشراء ديالو، وفي نفس الوقت كان كيوسع في دائرة العلاقات ديالو مع الأباطرة ديال منظمة موكرو مافيا، وقدر يستغل انشغالهم بالروينة اللي كانت نايضة مع العصابة ديال غوينيت مارتا، ولا هو البارون والرأس الكبيرة ديال منظمة موكرو مافيا إلى جانب أعماله مع عصابته ملائكة الموت. وبالرغم من هادشي كانت ريحته مازال ما عطات عند البوليس والمخابرات لا ديال هولندا ولا ديال بلجيكا. واحد النهار من ايامات الله ناض واحد الصحفي سميتو مارتان كوك، زغبوا الله وبدا كيكتب على رضوان بشكل يومي، وكان هو اول واحد غادي يجبد سميتو. وهنا رضوان ما عجبوش داكشي اللي كان كيكتب عليه مارتان وتعصب وقرر يصفيها ليه وعليها دار موندا كبيره لاي واحد قدر يجيب ليه الراس ديالو. من بعد ثلاثة ديال المحاولات ديال تصفية مارتان قدر انه يفلت منهم كاملين، وهنا عطى رضوان اوامر ديالو لملائكة الموت اللي قدروا يوصلوا ليه وصفيوها ليه نهار 8 ديسمبر 2016 في واحد الباركينغ في الطوموبيل ديالو. ومن هنا ولات السميه ديال رضوان التاغي كتجي تقريبا في كاع لي زافير ديال التصفية اللي كان كيتم ارتكابها في هولندا. كان رضوان ما مسوقش وما كيخاف من والو وقلبو قصح من الحجر، غادي يدير فلوسو في باليزتو وغادي يقصد كولومبيا باش يجيب اكبر كميه ديال الكوك دخلات لهولندا من نهار بدات التجاره في هذا المخدر. غادي يتلاقى مع كلانداي الغولفو اللي كيخدم مع منظمه موكرو مافيا في التجاره ديال الكوك، وتفاهم معاه باش يصيفط ليه 40 طن ديال البيضه. وباش نحطكم في الصوره، فطون واحد ديال الكوك كيتباع تقريبا بمليون ديال الاورو في كولومبيا، وكيتعاود فيه البيع في اوروبا ب 180 مليون ديال الاورو. يعني رضوان غادي يحط في كولومبيا مبلغ ديال 40 مليون اورو، وهذا الشيء ما بقاش كيخلع صاحبنا رضوان حيت شاري الطريق والديوانه. رضوان غادي يبقى معاهم تماك حتى وجدوا ليه السلعه وخلصهم ورجع بحالو لهولندا، وهنا غادي يتلاقى مع صاحبو الديواني وغادي يقول ليه خاصك تحل معايا عينيك مزيان هاد المره، القضيه راه فيها 40 طن جايه من كولومبيا. قال ليه الديواني كون هاني وحسبها عندك عشيري. ولكن اللي ما ضربش ليه رضوان الحساب هو ان الديواني هاد المره غادي يطمع، وقال هادي هي الضربه المزيانه والا فلا، علاش ما استفدتش منها انا ولا عين شافت ولا قلب وجع. غادي يعيط خونا الربعه ديال البزنازه كبار في هولندا، جوج مغاربه وجوج هولنديين، وغادي يقول لهم عندي شي سلعه ديال الكوك وبغيت نصرفها، وتفاهم معاهم على الثمن وعطوه لافونس. النهار اللي كان مفروض فيه توصل السلعه غادي يهز الديوان التليفون وغادي يعيط لرضوان وقال ليه راه السلعه عاقوا بها الديوانه وقرقبوا ليها، وانا راه درت المستحيل ولكن جراو معاها وكنت غادي نمشي فيها. رضوان سمع ليه ولكن دخلوا الشك، ودار مع الديواني رونديفو وجلس معاه وقال ليه ما يمكن السلعه ديالي تشد بلا ما يبيع بيا شي حد. وباش الديواني يبعد عليه الشبهه فغادي يلصقها في واحد صاحبه خدام معاه في الديوانه، وقال رضوان اسمع رضوان راه داك صاحبنا اللي خدام معايا في الديوانه هو اللي ديكلارا بيك. وهنا رضوان حس بالشمته وهو يصيفط جوج من ملائكه الموت لعند داك الديواني باش يصفيوها ليه. وبالفعل ملي رجع الديواني للدار وغادي يلقى دوك الجوج كيتسناوه وما عطلوهش، تيراو فيه وصفاوها ليه. خرجوا كيجريو ركبوا في الموتور اللي جاو بيه وهربوا، ولكن الجيران ديال داك الديواني ملي سمعوا القرطاس خرجوا وعيطوا للبوليس. وهنا في نفس الوقت فهذوك الجوج ملي كانوا هاربين بالموتور غادي يشوفوهم البوليس ديال الطريق غاديين بسرعه جنونيه وتبعوهم ووقفوهم، وملي طلبوا لهم الوراق اكتشفوا ان الموتور ما عندوش الوراق. كانت القضية ديال تصفية الديواني ديجا تلونسات ليهم في الراديو، وهنا مباشرة فالبوليس ديال الطريق غادي يربط ما بين دوك الجوج وما بين الجريمة. داوهم للبوست ديال البوليس وبداو كيحققوا معاهم، ولكن هما ما بغاوش يهضروا. وملي البوليس داروا الخبره على القرطاس باش مات الديواني والقرطاس اللي في السلاح ديالهم لقاوهم مطابقين وعرفوهم هما اللي صفاوها ليه. رجعوا عندهم وقالوا لهم راه عرفنا باللي نتوما مالي الفعله، ودابا غادي تقولوا لينا شكون اللي صيفطكم ليه ولا غادي تقسم عليكم العقوبه كامله غير بوحدكم بجوج. ولكن فدوك الجوج واخا هكاك ما قالوا لهم والو حيت كانوا خايفين باللي اعترفوا في المصير ديالهم حتى هما غادي يكون بحال الديواني.
كان من بين الشرطة اللي كانوا كيحقوا معاهم واحد البوليسي زايد نغزاف الذكاء، وغادي يقول لهم غير قولوا لنا شكون صيفطكم وما تخافوش حيت حنا غادي نعتبروكم شهود ونحميوكم، وغادي تاخذوا عقوبة مخففة وغادي يديوكم لواحد السجن ما يقدر يوصل لكم فيه حتى واحد. وهنا واحد منهم غادي يقر ويقول لهم راه رضوان التاغي هو اللي صيفطنا. وبحكم ان رضوان كانوا عنده صحابه في البوليس غادي توصلوا الخبار في البلاصه وغادي يعرف انه لا روشيرشي وما بقى عنده ما يدير في هولندا، الشيء اللي غادي يخليه يقرر يمشي لبلجيكا وتماك دار عمليه التجميل الاولى باش ما يعرفوا حتى واحد وصيب ورق جداد وبقى كيسير في اعمال المنظمه ديال موكرو مافيا من تماك. حتى لواحد النهار غادي يقولوا ليه الرجال ديالو بلي السلعه ديالنا اللي جبنا من كولومبيا وتشفرات راه كتباع دابا في هولندا، بحكم ان رضوان كان كيطبع السلعه ديالو كامله بواحد الرمز مميز قبل ما يدخلها لهولندا. رضوان ديك اللحظه غادي يعرف ويتاكد بلي الديوان يعشير وشمته، وهنا رضوان التاغي غادي يقول لعصابته ملائكه الموت يجيبوه ليه بالزربه وفي اقرب وقت. وبالفعل ما غاديش يعطلوه وغادي يخطفوه وما غاديش يحس براسو حتى غادي يلقى راسو في واحد الفيلا في بلجيكا. وملي خرج عند رضوان بالشكل ديالو الجديد سولو قال ليه واش عرفتيني، جاوبو الديواني وقال ليه لا. وهنا الديواني تصدم اللي قال ليه انا رضوان التاغي وهذيك السلعه اللي شفرتي ليا دابا غادي تكون ليا لمن بعتيها. وهنا الديواني عرف باللي لا اعترف لرضوان ففي البلاصه غادي يصفيها ليه، نكر وما قال ليه والو. ولكن رضوان داز معاه مباشره لمرحله اخرى وغادي يبقاو يعذبوا فيه وما وصلوا معاه حتى شي نتيجه. جا عند رضوان مره اخرى وقال ليه سمع الكلب انا ما عندي ما ندير بيك وما غادي ندير ليك والو، انا بغيت غير نعرف السلعه ديالي عند من كاينه، ودابا الا ما قلتيش ليا لمن بعتيها راه غادي نخليك هنا وفي هذا العذاب حتى تموت والدبال الكحل ما يسيقش لك الخبار، من الاحسن ليك تعترف وغادي نرجعك لعائلتك. ديواني مكثر التعذيب غادي يعيا ومن بعد غادي يقول ليه السلعه ديالك شراوها 4 ديال العصابات وهشكون وهشكون. وفعلا رضوان تهلا فيه وعطاه ما ياكل ومع سلامة كلتو. رضوان ما عطلوش وجبد الفردي ديالو تيرا فيه والديواني طاح صريع في الارض. من بعد رضوان غادي يربط الاتصال وهضر مع العصابة الاولى اللي كانت هولندية وتكلم مع الرئيس ديالهم وقال ليه هذيك السلعة اللي شريتي من عند الديواني راه ديالي ودابا بغيتها. هذاك الزعيم ديال ديك العصابة غادي يقول ليه اسمع رضوان رجلتيها بفمك شريتها وهي دابا ديالي واللي في جهدك ديرو. ومن بعد قطع عليه التليفون وما جات فين تدوز حتى 48 ساعة وهما يلقاوه مول الأمانة دا أمانتو ومكتوب حداه ملائكة الموت. كان هذا ميساج واضح لكاع هذوك زعماء العصابات الاخرين اللي بغاو يوقفوا في طريق رضوان التاغي وباللي غادي تكون هذه هي النهاية ديالهم إلا حاولوا. رضوان من بعد هز التليفون وهضر مع زعيم العصابة الثانية اللي كانت مغربية وقال ليه بغيت السلعة ديالي. الرئيس ديال ديك العصابة بحكم انه مغربي وكيعرف رضوان اش كيسوى قال ليه انا ما كنتش عارف باللي السلعة ديالك ولكن غادي تصبر عليا غير حتى نبيعها وغادي نعطيك الارباح ديالها. وبالفعل كان هذا هو الاتفاق اللي سالوا به. تصل رضوان بالعصابة الثالثة اللي كانت هولندية وبغى يدير معاهم نفس الحل اللي لقاه مع المغربي، ولكن الزعيم ديال هاد العصابه كان حاس براسو شويه ورفض العرض ديال رضوان. وهنا غادي تنوض عاوتاني ما بين ملائكه الموت وهذيك المافيا الهولنديه، ولكن في الاخر قدروا ملائكه الموت يصفيوها ليهم كاملين. بقات لرضوان عصابه وحده اللي كانت حتى هي مغربيه وبغى يوصل معاهم الاتفاق، ولكن الرئيس ديالها ملي شاف رضوان شنو دار في جوج عصابات الاخرين وبحكم انه ما كانش باغي يرد ليه السلعه غبر وحتى واحد ما عرفو فين كاين. رضوان عطى مكافأة ديال 10,000 اورو للشخص اللي غادي يجيب ليه خبارو ودازت مدة طويلة والسيد بحال اللي تحلت الارض وبلعاتو وما لقاوش ليه لاتار. السمعة ديال رضوان التاغي والعصابة ديالو ملائكة الموت ولات سابقاه ولاو معروفين على الصعيد العالمي، هادشي اللي غادي يخلي المخابرات الإيرانية تتواصل مع رضوان باش يجندوه ويولي عميل ديالهم في أوروبا وينفذ لهم عمليات التصفية ديالهم. وبالفعل داكشي اللي كان رضوان غادي تأونجاج معاهم. دازت فترة ماشي طويلة وغادي تجيه أوامر أن واحد المعارض للمرشد الأعلى ديال إيران كيسبو كيخسر الصورة ديالو كيشوهها، وخاص رضوان وعصابته يصفيوها ليه في أقرب وقت. عطاوه فلوس صحيحة باش ينفذ العملية ورضوان وافق بلا ما يفكر وبالفعل صفاها لذاك المعارض. وهنا هولندا شافت بلي رضوان ولا كيشكل خطر كبير عليهم وما غاديش يقدروا يشدوه وعطاو الدوسي ديالو للانتربول، صنفوه كاخطر مجرم في هولندا. رضوان وصلاته الخبار ودار عمليه تجميل الثانيه ودار ورق جداد وهضر مع العصابه ديالو وقال لهم انهم خصهم يطلقوا اشاعه على ان رضوان التاغي مشى لكوستاريكا، ولكن في الحقيقه هو بقى غير في بلجيكا.
المخابرات الهولندية والانتربول اتصلوا بالمخابرات ديال كوستاريكا وتهي ما لقات والو على صاحب رضوان اللي بقى خدام من بلجيكا مع العصابة ديالو والحشيش والكوكايين ديالو مغرق اوروبا كاملة. وايراني اللي بغات تصفيها لشي واحد كانت كتتصل به. واحد النهار غادي يكون رضوان جالس وغادي يجيه اتصال فيه خبر كان مفاجأة كبيرة بالنسبة ليه. وهاد الخبر كتقول على ان رئيس العصابة الرابعة اللي هو مغربي واللي خدا ليه الكوكايين ديالو كاين في المغرب وبالضبط في مدينة مراكش. وكلكم عاقلين الخوت على العملية اللي وقعت في 2017 في القهوة اللي سميتها لا كرايم في مراكش ومات فيها شاب كيقرا في الطب اللي كان جالس كيشرب قهيوته وما داير لا بيديه ولا برجليه. بحيث غادا توقف دراجة نارية من نوع تيماكس حدا القهوة وكانوا راكبين فيها جوج أشخاص اللي اتجهوا مباشرة لواحد الطابلة كانوا جالسين فيها ثلاثة ديال الناس وواحد منهم غادي يجبد الفردي ديالو وغادي يحطه في الراس ديال داك الطالب مسكين اللي كيقرا الطب وغادي يتيري بقرطاسة طيحات وبطانة في البلاصة. من بعد فدوك الجوج غادي يتيريو بثلاثة ديال القرطاسات تصابت من جراءهم واحد السيدة في البطن ديالها وواحد السيد في الفخذ ديالو ومن بعد هربوا هاد الجوج اللي نفذوا العملية. ولكن من بعد الابحاث والتحريات ديال البوليس المغربي اللي راكم عارفين الخوت باللي كيغيز الخدمه ديالو مزيان غادي يشدوهم البوليس المغاربه وفي التحقيق غادي يعترفوا لهم باللي رضوان التاغي هو اللي مصيفطهم باش يصفيوها لمول القهوه وخوه. ولكن ولسوء الحظ ديال داك الشاب اللي كان كيقرا في الطب فمول القهوه شاف دوك الجوج اللي من عصابه ملائكه الموت دخلوا المره الاولى للقهوه باش يقلقلوا السوق ويعرفوا فين كيجلس وبحكم الخبره ديالو في العصابات والاصول ديالهم بحيث كان واحد فيهم من دومينيك والاخر من سورينام عرفهم ما جايين السياحه وغير ناضوا خرجوا من القهوه وهو ينوض مشى حتى هو. ومن اللي رجعوا بقوا عاقلين على البلاصه اللي كان جالس فيها مول القهوه وجبدوا الفراده ديالهم وتيراو في داك الشاب وصفاوها ليه. وهنا رضوان غادي يولي روشيرشي حتى من المخابرات المغربية وما أدراك ما المخابرات المغربية. المهم الحكومة الهولندية وبحكم أن رضوان ما لقاوش ليه الآثار فغادي يحاكموه غيابيا بالمؤبد وما كاملاش 48 ساعة من موراها غادي يلقاو القاضي اللي انطق بالحكم صفات ليهم الأمانة دا أمانته. وبطبيعة الحال الخوت غادي تكونوا عرفتوا شكون اللي صفها ليه. الشرطة الهولندية حطوا مكافأة ديال 1,000,000 أورو للشخص اللي غادي يعطيهم معلومات على رضوان تخليهم يشدوه. ولكن شكون هاد الحمق اللي غادي يقدر يبرقق برضوان؟ رضوان التاغي اللي ولف عمليات التجميل وغادي يدير ثالث عملية وخرج وراق جداد وسافر لدبي بالإمارات. الامارات اللي ولات انطلاقا من 2010 هي الالدورادو ديال اللي طرا في كوندو دروغ. رضوان ولا عايش فيها حياه الرفاهيه وفي نفس الوقت كيسير الخدمه ديالو في هولندا اديستونس وكاين حتى شي اخبار كتقول باللي هو اللي كان كيدخل الكوكايين الامارات بحمايه من اجهزه المخابرات الايرانيه وفي المقابل كيتكلف لهم باي عمليه تصفيه بغاوها في العالم كامل. المخابرات المغربية منساوهش وغادي يعرفوا مكان الإقامة ديالو في الإمارات وبحكم التعاون الأمني اللي كان بين المغرب والإمارات وتنسيق مع المخابرات الإماراتية بعد ما زودوهم المخابرات المغربية بملف متكامل على رضوان فغادي يتمكنوا نهار 16 ديسمبر 2019 مع 3 ديال الصباح باش يلقيو القبض على رضوان اللي كان عايش في واحد الفيلا في دبي بالإمارات. على الرغم من ان السلطات الاماراتيه المتحده ما كانتش بيناتهم وبين هولندا اتفاقيه تسليم المجرمين الا انه بالضبط في هاد لافير ديال رضوان التاغي غادا تسلموا ليهم ومن بعد 48 ساعه باش شدوه. ونظرا للخطوره ديالو فرضوان غادي يوصل لهولندا وغادي يحطوه في سجن اوبي مع اكبر المجرمين. جات المحاكمة ديال رضوان وما كان كيجاوب على حتى شي سؤال. الجملة الوحيدة اللي كان كيقول هي اجاكس هو فريقي المفضل زعما كيتهكم على هيئة المحكمة. اكثر من 70 واحد كانوا تحت الحماية ديال اجهزة الامن حيت كانوا من الشهود في القضية وحتى المحامين ديالهم كانوا كيدخلوا للمحكمة لابسين اللي كاقول باش ما يتعرفوش ويزيدهم رضوان في لاليست نوار ديالو اللي كان فيها محامين وصحفيين وتجار مخدرات وزيد وزيد. رضوان كانوا عنده حلفاء في العالم كامل ومن اهم الشخصيات اللي كان في الدائره ديالو رافائيل امبريال عضو في عصابه لاكامورا الايطاليه واللي كان من اهم تجار المخدرات في العالم وتشد في 2021 في اماره دبي من بعد ما سرق جوج ديال اللوحات ديال فان جوغ ولقاوهم في وحده من الفيلات ديالو في نابولي.
جورنال تيليغراف كانوا خرجوا مقال باللي بنت رافائيل امبريال مزوجة بولد رضوان التاغي وعايشين بجوج في دبي. ومن المعلومات كذلك ان رضوان كانت عنده علاقة مع كارتيل تيتو ايدينو من المافيا البوسنية، وكارتيل النورت دي الفالي من المافيا الكولومبية، ودانيال كينان من المافيا الايرلندية، وكذلك كارتيل سينالو المكسيكي، واخيرا الجنرال الايراني قاسم سليماني. رضوان وخا حاليا مشدود في اخطر سجن في هولندا، ولكن مازال على اتصال بالعصابه ديالو، وكيقولوا باللي المحامين ديالو هما اللي كيوصلوا ليه لي ميساج وكيعطيو الاوامر للعصابه ديالو. وبهذا خوتي العزاز سالات قصة المافيوزي المغربي زعيم عصابة ملائكة الموت، وفي نفس الوقت لوباغان ديال منظمة موكرو مافيا المغربية المشهورة رضوان التاغي. كنتمنى تكونوا كونتوا فكرة على هذا المافيوزي وعلى الطرق الملتوية والمتشعبة اللي كتخدم بها المافيات اللي مازال الكارتيلات ديالهم منتشرين في جميع أنحاء العالم. فما تبخلوش علينا خوتي بتعليقاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع، وما تنساوش تديروا لايك للفيديو اللي عجبكم وتشاركوه مع الأصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم. واللي مازال مشترك في القناة فمرحبا به، وما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وباش تكبر عائلة محققي قناة الحدث ستوريز. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله.